لحظه تاريخيه بالنسبه لي، هدف البطوله، احسن سيناريو انه اللاعب يعني يفرح بلاده، يفرح الشعب، يقدم حاجه للوطن يعني رياضيه. اكيد الحمد لله يعني في الاول والاخير هو توفيق من عند ربي سبحانه، كنت سبب من اسباب يعني سعاده الشعب الجزائري الحمد لله يا رب. اكيد يعني اي لاعب يتمنى يكون متواجد في المنتخب، وانا هذا هو يعني هذا حلم تاع اي لاعب، الحلم تاعي طوال مسيرتي الكرويه. جاتني الفرصه الحمد لله، نظن استغليناها كما يلزم، توجنا باللقب، كان السيناريو افضل من هذا. واش راح يكون في المستقبل حاجه تعرض ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للمنتخب ان شاء الله، مزيد من التتويجات ان شاء الله. لا ما صراحه ما فكرت حتى حاجه، كنت فرحان بالتتويج كما اللاعبين كل، كما الشعب، كما كاع الناس. تحس اكيد بالفخر يعني، انه هذا في الاول والاخير ماهوش نادي، هذا وطن يعني. يعني تكون يعني تحس انك قدمت شيء لبلادك، وهذا احسن حاجه تصرى للاعب كره القدم. الحمد لله.